هذا التكليف انه يكون على راس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، وهذا الشيء احنا نعتبره مسؤوليه على عاتقنا، وراح نقوم بكل واجبنا وكل ما في وسعنا لنجاح على راس هذه الفدراليه، اكمال المشاريع الجيده وتصحيح المشاريع التي لم تكن ممكن كذلك او فاهم ما يقال. لكن الشيء الاكيد انه اولوياتنا اليوم على راس الفدراليه، اولويه الاولى هي كما عودتها شحال من مره هي تكييف القوانين. لو شونتيي ديجا اوفير في الحقيقه، يعني الورشه مفتوحه منذ ايام، ونحن المفروض رانا نكونوا حسب ما وعدت به انه في اخر شهر ماي راح نكونوا كملنا تكييف القوانين. المشاريع الاخرى هي راح نبدا مباشره في الورشات اللي تكلمنا عليها واللي اقترحناها في البرنامج. اكيد راح نعمل اجتماعات مع الفاعلين، مع القائمين على الاداره، مع القائمين مع البيرو فيدرال في موعد راح نعمله، وراح ناخذ مواعيد وناخذ نعمل اجتماعات ثانيه مع رؤساء الرابطات مع كل الفاعلين حتى نشوف الوضع على يعني نلمسوه مباشره مع الفاعلين. ونظن انه هنا راح كاين كثير من الامور، كثير من الامور راح تتوضح اكثر ما كانت، لانه احنا عندنا فكره على كل حال، عندنا فكره على ما هو يعني واقع في كرة القدم الجزائرية، لكن كي تتكلم مع الفاعلين وتشوف الوظائف راح اكيد بعض الامور يا تصحح فيها نظرتك يا امور اخرى تكمل النظرة اللي عندك، كل المعلومة اللي عندك. وبالتالي احنا كل شيء اولوية اليوم، اولوية الاولويات هي تكييف القوانين، بعدين عندنا الفريق الوطني اللي عنده تحضيرات نجم نقوم على التحضيرات هذه حتى تكون تتم على احسن وجه. عندنا التحضيرات بيان سور لماتش باريس سي تاع لا كاليفيكاسيون كوب دي موند، عندنا اوسي كوب دافريك فودري نجي بريباري، عندنا شامبيونا لا كوب اراب هذه la première édition de la Coupe arabe qui est très importante aussi pour nous parce que ça va donner à notre équipe nationale une autre envergure en fait d'atteindre un بعد واحد اخر راح اكيد راح نزيدو ندعم الصوره اللي تاع الفريق الوطني وندعم مكانه الفريق الوطني في كل مره. الشعب الجزائري محتاج فرحة، والفريق الوطني قاعد يعطينا في هذه الفرحة وهذه البهجة، وإحنا أكيد راح نعمل كل ما في وسعنا للحفاظ على هذا النسق، الحفاظ على هذا كما سميتها المرة اللي فاتت هذه جرعة السعادة اللي نعطيها كل مرة للشعب الجزائري أطراف ليكيب ناسيونال إي ليزيكيب ناسيونال باسكو ليكيب ناسيونال أ إي توت ليزيكيب ناسيونال. كثير من الامور اللي تكلمنا عليها في برنامجنا وكثير من الامور اللي ممكن حتى ما تكلمناش عليها في برنامجنا راح نشوفها، واكيد مع العمل مع المكتب الفيدرالي مع الفاعلين في الجمعيه العامه، لانه احنا السلطه اللي عندنا او المكان اللي راه نتبوؤوا هذا راهو ما نتبوؤوش هكذاك، راه نتبوؤوا بثقه اعطتها لنا الجمعيه العامه، وبالتالي احنا في كل مرة لازم نرجع للجمعية العامة في استشارة في أمور تهم كرة القدم الجزائرية وتهم يعني لي كونديسيون دو ديفلوبمون، يعني شروط تطوير الكرة في الجزائر، راح نرجع في كل مرة للاستشارة ونرجع كل مرة في إطار ديمقراطي وفي إطار ثاني التشاور في مكتب فيدرالي، وكل واحد يقوم إن شاء الله بالخدمة تاعو. والاكيد انه اذا عملنا بالطريقه هذه وعملنا بالتفاهم وعملنا بالكومبريونسيون الشيء الاكيد انه راح نلحق الى نتيجه ايجابيه، وكان يبقى كانش سر، لانه النجاح ما يجيش بالصدفه، النجاح يجي بالعمل، يجي بالتشاور، يجي بتضافر الجهود الى اخره. شكرا.